حاجه اخرى هو عاود ديك البرلمان، عاود ديك المخابرات المغربيه، عاود مشاو كتبوا واحد المقال. اشنو قالوا فيه؟ دونك خصو الهضره، خصو الهضره. زعما انا على هادشي اللي غنستعمل واحد الكلمه عاود ما كانش باغي نستعملها، دونك يستعملوا شي كلمه دي قلك الحياه. هادو المخابرات المغربيه دابا سي شوف، برلمان سي ان انسترومون. انا قلت لكم شكون هو محمد الخباشي. محمد الخباشي دابا نعاودو شنو هي القصه ديالو، نعاودو القصه ديال الطلياني، بزاف د الحوايج ما خصهم يتعاودو، ونعاودو القصه ديال واحد الدعوه اللي كاينه دابا هو ساكت عليها محمد الخباشي. واحد الدعوه ضد واحد الجريده ايطاليه، وغادي يجي واحد المفاجات، هو ساكت عليها، ساكت على واحد الدعوه بين محمد الخباشي وواحد الجريده ايطاليه. انا كانوا عيطوا لي الزملاء سولوني على هذا الشيء، ثم انا ما عندي خبر، عاد جبت الخبر عاد غنتكلموا عليها، نتكلموا على الخباشي وعلى الطلياني وعلى الطليان وعلى ايطاليا وعلى ديك الجريده وعلى ديك المحاكمه اللي هو ضرب عليها الصم. دونك في برلمان جاو المخابرات عملوا عاود واحد المقال بالفرنسيه هذه المره، هما كيكتبوا مقال بالاسبانيه ولا مقال بالفرنسيه ولا مقال بالعربيه، ودابا جاو هاد المقال بالفرنسيه. وشنو قالوا فيه؟ قال لك اسيدي هاد المرابط قواد غير متوقع. احنا ما كناش كن بحال باغيين نقولوا، احنا ما كناش كن نعرفوا هاد المرابط قواد. انا قبل ما كنت قواد ياك، ديك السبان هذه 30 سنه وانتم كتسبوني، ما كنت قواد حتى دابا عاد وليت دابا قواد ياك. قال لك قواد غير متوقع، احنا ما كناش سوتنور اناتوندي بالفرنسيه. ايوا الاخوان، بنا قواد ديال الجزائر. وعلاش قواد ديال الجزائر؟ ما خصكم تشرحوا المغرب تقولوا علاش. انا كتبت مقال هو كاين في ميدل ايست ايز، اش كنقول فيه انا هذا المقال؟ احنا كاملين سمعنا شنو قال الرئيس الجزائري تبون. شنو قال؟ قال لك حنا موجودين الحرب، وحنا ولادين الحرب مع المغرب، غنمشيو الى الابد هذه الحرب. اذا ما نحوسو اون شيرش بيرسون، بصح اللي حوس علينا راه يبدا هو والله ما تنتهي. ونقسم بالله كرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من تعدى على حد، اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه، لأن احنا ما نحبسوش. تكلار ملا كتبت واحد المقال كنقول هذا الشيء اللي وقع، هذا انا دوق لك انا قواد ديال الجزائر. وين انا قواد الجزائر؟ النظام المغربي قواد ديال من؟ قواد ديال اسرائيل وقوة ديال الولايات المتحدة. المخابرات المغربية كانوا كيجيبوا ناس ما عندهم حتى شي علاقة مع المغرب، كيعذبوهم، كيسلخوهم، كيسلخوهم، علاش الولايات المتحدة كانت كطلب منهم هذا الشيء؟ ودابا المغرب قوات ديال إسرائيل، المغرب العربي ولا الأمازيغي ولا اللي بغيتو. المغرب ولا قوة ديال اسرائيل. وما يجيش شي واحد يقول لي انت مشيتي لاسرائيل. يا سيدي مشيت لاسرائيل طلعت هاد المرات كصحابي انا حقي نمشي لاسرائيل ونمشي للجزائر ونمشي لتندوف. انا مشيت لتندوف ياك، انا صحابي، انا كنمشي كنجيب الخبر وكنحطو. يا سيدي انا مشيت لاسرائيل ياك، بالحق انا ماشي صاحب القرار، انا ماشي صاحب القرار. انا ما كنقولش خصنا نتحالفوا عسكريا مع اسرائيل ضد الجزائر، انا ما عنديش انا هذا القرار، هذا ما في يديش، ما كنعملش انا السياسه. انا صحفي مستقل، عجبكم حال ولا ما عجبكمش حال، كنتكلم على الجميع. انا غدا بعدو ما نعرف يوقع شي حاجه، يعيط لي الملك محمد السادس يقول لك اجي نعطيك واحد الاستجواب، واش كيسحبكم؟ انا نقول له لا، فهمتي عما الاستجواب. تقول لي انا اسرائيل، انتم تحالفتوا عسكريا مع اسرائيل ضد
الجزائر، ثم باغين يدونا الهويه نتوما وديك الحكام ديال الجزائر. انا كنعمل فرق كبير بين حكام الجزائر بحالكم بحال المخزن والشعب الجزائري. انا الشعب الجزائري ما عندي ما حتى شي حاجه، ولكن نتوما دونالد ترامب سخن لكم الراس وباغي ندونا لواحد الحرب، باغي ندونا لواحد الحرب. وهذا سي تافي تافي، هادشي تشي زعما هادشي كلشي كلشي. الناس اللي كيحلوا في هادشي كيقولوها كيقولوا المغرب والجزائر غادي ليا غادي ليا نيشان. يجيو المخابرات المغربيه يقولوا لي انا قواد، علاش انا قواد؟ انا كنجيب ديفي كنجيب وقائع كنحطهم، ولكن نتوما قوادة ديال اسرائيل. اه قوادة نتوما ماشي صحفيين. وانا نقول لكم صحفي عنده الحق يمشي فين ما بغى، وين ما بغى كيعمل خدمته كيمشي كيشوف، فهمتي؟ داكشي اللي شاف كيجي كيحطو. اما نتوما اصحاب القرار، اه وشكون هي اسرائيل؟ شكون هي اسرائيل؟ شكون هي اسرائيل؟ إسرائيل هي القضية ديال بنباركا. وشكون هي القضية ديال بنباركا؟ باقي نديك حتى بزاف ديال الناس حتى في اليسار المغربي كيقول لك الملك المسكين ما عنده خبار على داكشي ديال بنباركا، هذا غير أفقي. أفقي مشى وخطف بنباركا وقتل بنباركا وغبغ بنباركا، والملك الحسن الثاني ما مسكين ما عنده خبار. هادو كتلقى ناس في اليسار المغربي، اه اليسار اليسار كيقولوا هادشي هذا. اشوف النظام المغربي شكون اللي كان يحكم فيه في الوقت الحسن الثاني ودابا؟ هو الملك، والملك هو اللي طلب من اسرائيل من الموساد يعملوا واحد اللعيبه. البنبركا كان في سويسرا باش يجيبوه لباريس بسمي، فهمتي؟ يشدوه ديك الناس ديال الافقير ديال الجنرال افقير، ديك البوليس الفرنسي وديك القماره والشفاره ديك بوسي سي كومباني ديال الفرنسي ديك المجرمين، ويدي واحد واحد البلاصه في نواحي باريس ويعذبوه ويقتلوه. قتلوه لا مسكين، لا غير كانوا غير مسكين، كانوا كي هذا كانوا كي باغين يجبدوا منه شي حاجة وصافي ومات هكا. أقتلوه. الأوامر جاو من القصر الملكي، فهمتي؟ خصكم تشوف خصكم تشدوا هاد السيد وتغبروه تقتلوه. شكون غبر بنباركا؟ شكون؟ هادشي خرجوا دابا، خرجوا في الصحف. ما نقولوش حنا صحف مغربية ولا فرنسية لا عندهم مشكل مع المغرب، هذا صحف إسرائيلية، باحثين إسرائيليين مشاو عملوا البحث وقال لك الموساد هو اللي غبار المهدي بنباركا. هادشي خرج في واحد الكتاب كاين بالإنجليزية وكاين بالفرنسية. انتوما مشيتو تحلفتو مع القتالة ديال المهدي بن بركة، عارفكم غتجاوبوني غتقولوا لي وحنا اللي قتلنا، حنا النظام ديالنا هو اللي قتل المهدي بن بركة، عادي نتحالفوا مع اسرائيل. صافي حتى هذا جواب. انتم كنتم قواده ديال اسرائيل وديما كنتوا قواده ديال اسرائيل، ثم بعتوا الدول العربيه في 1965 كان واحد المؤتمر ديال الدول العربيه هنا في الدار البيضاء، ومشى الحسن الثاني عطى الاذن للموساد باش يتصنت لهن هاد الرؤساء ديال الدول العربيه في 1965. ملي شاف خاف ديك الرؤساء ديال الدول العربيه يعيقوا به، شنو عمل؟ قال لهم بلاتي انا غنعمل الخدمه ديالكم، انا غادي نتصنت لهاد الناس وانا غنعطيكم كلشي، غنعطيكم ديك التسجيلات كاملين. حسن الثاني
Avec le journaliste israélien Ronen Bergman, auteur d'un livre événement qui paraît chez Grasset, Lève-toi et tue le premier. Et donc, une révélation stupéfiante pour nous, Français, pour l'assassinat de Mehdi Ben Barka, l'opposant marocain enlevé en 65 à la sortie de la brasserie Lip. Le Mossad était à la manœuvre. C'est pas simplement que le Mossad a œuvré. C'est beaucoup plus que cela. Le service de renseignement du Maroc a rendu un service énorme aux Israéliens en donnant au Mossad la capacité d'écouter les conversations les plus secrètes des dirigeants arabes. Et alors, il a donné quelque chose. Il voulait quelque chose en échange. Dans le monde du renseignement, il n'y a pas de repas gratuit, hein. Et les Marocains ont dit Oufkir, Dlimi, disent au Mossad, vous savez éliminer, et ben voilà, aidez-nous à éliminer Ben Barka. Et le Mossad leur a permis de retrouver Ben Barka, de l'amener à Paris. Ils l'enlèvent. Et là, c'est vraiment sans le Mossad. Hein. Le Mossad n'avait plus rien à faire dans l'histoire. L'homme et Ben Barka est torturé et tué. Et le Mossad aide les assassins à se débarrasser du corps. Et de l'enterrer sous ce qui aujourd'hui est le musée Louis Vuitton. La fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne. كتجيوك تدخوا علينا هنا كتقولوا لنا لا لا انا رئيس لجنة القدس ابغاك ما تضحكوا علينا الله يرحم باباكم احنا عندنا مخ حتى احنا كنخمو شي شويه ثم هما القوة ديال اسرائيل ماشي صحفي مستقل كيتكلم مع الجميع انا قلت لكم انا الملك اللي كان شي واحد عنده شي قيمه الحموشي بيدو المنصور يبغي يعطوني استجواب واش غنقول لهم انا لا انا نمشي نمشي باش نشد ديك الاستجواب حق الاسئله ديالي ما يتحكم فيها حتى واحد ما حتى واحد يكون الملك ولا كل حموشي ولا كل منصور يقول لي لا عطينا الاسئله من قبل ما كاينش ديك الشيء ما كاينش الصحافه عند القواعد ديالها